يا تمام. احلى يوم. ايوه احلى يوم نعيش يومنا لحالنا. طيب نعيش بقى احنا مع نفسنا عزوز ان شاء الله. نجيب بقى نقطع البصل. ابغاك نبغى نسوي الطبخه ها احنا نسوي الطبخه نسوي الطبخه ونودي للانتاج الاعداد. اي ونبغاك تسويها بالقدر الضغط هذا يعني. ما انا هعملها بالقدر الضغط ونعلم المشاهد على الطبخة وكذا. والموضوع سهل والله. إني ودي صراحة أنهم كانوا معنا صراحة، ولكن كسروا خاطري يعني اليوم. هم طحنوا خاطري اليوم، فالله إن شاء الله يقبلهم جميعا ومعوضين إن شاء الله. والخصم لا ننسى الكل، تكفون يا مخرجنا خصم يعني كل واحد نقاط المطبخ اللي 333 نقطة، وفي خصم إضافي